السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الأعزاء وأحبابنا الكرام، نتحدث معكم من بنغلاديش ومن ميدان اجتماع تونجي. اليوم 12 يناير يوم الجمعة عام 2024 ميلادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بخير وعافية ومشغولين في جهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا، وتقبل الله منا ومنكم وبارك الله في جهدكم وسعيكم وجعل جهدكم سببا لهداية العالم كله. إخواني الأعزاء، إن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالدين وبجهد الدين لفلاح البشرية ونجاتها، فمن اتبع طريقته وجاهد بجهده نجح في الدنيا والآخرة. ولقد من الله تعالى على هذه الأمة برسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الآية. ولقد شرف هذه الأمة، شرف الله هذه الأمة وأكرمها بهذه الوظيفة، وظيفة الدعوة إلى الله تعالى، حيث قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الآية. ومن سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تحويلا، أن الأمة إذا قامت بهذا الجهد خرجت من الظلمات إلى النور، وحيت فيها في هذه الأمة جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان واليقين واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون الحياة والصلاة ذات الخشوع، وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم من عند الله، واستحضار عظمة الله في القلوب بذكره تعالى، وخلقه صلى الله عليه وسلم في حياة الأمة، والإخلاص في النية والخروج في سبيل الله بالأموال والأنفس. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لأجل هذا الدين غاية التضحية، ضحوا غاية التضحية من جميع قوات الحياة، من جميع نواحي الحياة، ولإحياء عواطف التضحية. إخواني، ولإحياء عواطف التضحية، ولإحياء هذا الجهد ينعقد الاجتماع أحيانا، ينعقد المؤتمر أحيانا، وليكون الجهد على نهج صحيح. فبهذه المناسبة سنعقد هذا الاجتماع يا إخواني، وبهذه المناسبة سنعقد الاجتماع في هذا المكان في تونجي. متى سنعقد؟ بتاريخ 2/3/4 فبراير عام 2024 من العام الميلادي إن شاء الله، وفي هذا الميدان إن شاء الله. أنتم تشوفون فيها، شفتم في هذا الميدان كثير من الإخوة يجتهدون ويبذلون جهودهم ويجتهدون بقصارى جهودهم لأجل هذا لأجل هذا. فنرجو منكم جميعا أن ترسلوا الجماعات مع القدماء، أن تحضروا أنتم وترسلوا الجماعات وتأتوا بالجماعات مع القدماء قبل الاجتماع لأربعة أشهر أو 40 يوم أو أي مدة كانت، حتى يكون الاجتماع سببا لهداية العالم كله. اللهم آمين يا رب العالمين.